مساكم فللي، لما اجيب اعلان وصير اعلان قوي تجيني تعليقات قويه، البعض يقول يا ولد الضامن خسرتنا، والبعض يقول استفدنا من الاعلان حقك. على العموم اليوم انا موجود في سمت توريدات، جايب اليكم عرض يا جماعه من الاخر. سمت توريدات ابدا ما يضيع، موجود بالدمام، هذا شارع الاماره معروف اللي فيه المطابخ والانارات والاشياء الكهربائيه جنب شركه العبد الكريم. نبدأ عرضنا على المغاسل. طبعا المغاسل عندهم نوعين، عندهم الصيني وعندهم الأسباني. الصيني عليه ضمان سنتين والأسباني عليه ضمان 3 سنوات. صدق أو لا تصدق، المغسلة هذه يا جماعة كم سعرها؟ 380 ريال، وضمان سنتين، إنها ما تتأثر بالماء ولا يصير فيها أي شيء، والضمان هنا من المحل، ضمان استبدال. يا سلام، شايفين المغسلة هذه يا جماعة كم تتوقع سعرها؟ 460 ريال. طب ابحث يا جماعة عن شيء يكون هاي كواليتي عليكم بالصناعات الإسبانية. طبعا عندهم المنتجات الإسبانية هذه عليها ضمان 3 سنوات استبدال. هذه المغسلة كم سعرها؟ طبعا المغسلة مع المراية ب 1150 ريال، وفي منها ألوان، كل هذه الألوان موجودة ومتوفرة منها، 1150 شامل الضريبة، وتاخذون معاها الصيدلية هذه مجانا. وهذا خيار آخر وأيضا ضمان عليها 3 سنوات. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة الصناعة الإسبانية شيء يكون هاي كواليتي. يا سلام، هذه بكم؟ هذه ب 1070 ريال، وتقدرون تختارون الألوان اللي تناسب معاكم. وهذا موديل آخر جاية أكبر ب 1380 ريال، شوفها كيف من الداخل. أيضا هذه المغسلة إسبانية، طبعا الإسبانيات تلاقيهم مرة هادين، يعني الموديل يكون مرة هادئ، وهذه الألوان حقها كل الألوان متوفرة بكم؟ ب 1250 ريال. الحلو أن هذه تكون شاملة التركيب، شو رأيكم؟ عرض خطير صح؟ تجي على العرض القوي والنار يا جماعة، خلاط حق شاور كامل مع السماعة حقه، والضمان 5 سنوات استبدال من المحل. طيب حبيبي هالخلاط وش صناعته؟ صناعته جيرماني ألماني، يعني معروفة صناعة الألمانية. صدق أو لا تصدق بكم راح يكون سعره هذا يا جماعة؟ سعره يا جماعة 115 ريال فقط، والضمان 5 سنوات. خلاط المغسلة أيضا ألماني والضمان 5 سنوات، ويجي كامل، يجي الخلاط مع الهراب مع الأخواز، والضمان 5 سنوات. كم سعره هذا يا جماعة؟ ب 112 ريال، ولا يفوتكم، الكمية محدودة. موديل آخر طبعا هذا إيطالي، كم سعره؟ 98 ريال، وهذا حق الدش 105. طبعا الضمان كم؟ الضمان 5 سطر. طبعا الموديلات يا جماعة اللي موجودة حكاية، والأسعار مرة خطيرة، عندهم تركي وعندهم أسباني وعندهم ألماني، تبدأ الأسعار من 170 ريال. بس بصراحة يا جماعة شي حكاية، شي فاخر على آخر ما شاء الله. شوف البانيو يا جماعة عليه ضمان كم؟ عليه ضمان 5 سنوات على البانيو وسنتين على الماطور. طبعا يجي 2 ماطور مرة قوي، 3300 ريال، وفي أشكال كثيرة وموديلات متعددة موجودة عندهم. طبعا كل اللي سعره والأسعار حقهم مرة حلوة. القسم يا جماعة متخصص في إكسسوارات دورة المياه، طبعا في بالحبة وفي بالأطقم، وكلها عليها عروض. طبعا الخيارات اللي موجودة عندهم مرة كثيرة، عندهم القروهي، عندهم الهانز كروهي. طبعا المكان يا جماعة مرة كبير ما نقدر نصوره كامل، بس نقول لكم ان الأسعار عندهم خطيرة. طبعا سمل التوريدات عندهم أكثر من فرع، هذا الفرع اللي أنا موجود فيه اللي بشارع الأمارة، وعندهم فرع مخطط 8 اللي يصير خلف ابن خلدون، وعندهم فرع العمامرة. أرقام التواصل موجودة عندكم على الشاشة، لا تفوتكم.